ما تشوف قاع فيها شنو الماتيريال هذا والصوالح والتلفزيونات من نايف دوك الصوالح اللي تشوفوا عند غادي في البلاد واو تصاوير البرامج وصباحيات واو والاشرطه كاع كلشي مدمنة والصوت اللي مدمن هيك وراك تشوف مرز دجني ديك البويته اللي وراه مش كراسه تم مارح المنشطين والمنشطات والصحفيين تم يخطبوا تم يخطبون هيا وين يعقدوا ريحت شوية الحمد لله صافا بيان اخويا بغيت بات هنا عطينا التليفون عندنا مرضى صاحبي مش عاجي يا اخي دير شوية الحمد لله انتم بخير سبحانك يا رب والله لا فكرتني والله لا الله يحفظك كرهك ديري مغالي شفتك راه خير قاع يشالوا عليكم ماشي والله كيف قاعده تعب بالي والركبه نجي نهوضوا غادي كاينه للسنينه الله وصرا الله وصرا لا تكوارنا حبيبي لا تكوارنا اسكي ويا درا ولي الحمد لله خيرات ربي انه صبت راه كاين الكارية تاع البطاطا وكارية تاع البصل واحد يدير البطاطا واحد يدير البصل خويا خويا شاتروك عطيني قرون جينا عندك خويا انا معسكر جينا سلام الله عليكم مشاهدي الكرام اليوم نستقبل في هذه الحصة الجديدة ضيف عزيز على الجمهور اللي هو مصطفى الذي اشتهر بمصطفى غير هاك في حصة بلا حدود مصطفى هل يمكن أن تعطينا بطاقة فنية؟ والله أختي ماني ربت معي أخواتك